أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كل أنت وعنا ونكسن داو ضيال هل كان نقل صعوتا وتيفيق عالمي جي سي بي اي برمامج كنا وبرمامج كنا ومقع درني قارئ إيه قرآن كا برمامج كان وحين وقوم برتية شيخيني شيخ عبد الباري عبد الرحمن حسين شيخنا كسردو. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا ودوه. جزاك الله خير شيخ. مرحبك عبد الباري وايه شيخ عبد الباري. مقعي هو عبد الباري معلم عبد الرحمن مع الحسين عالمي. وحان لشي كون سقال بقوليو سقاشنكي ولو بالله وحان كل شيء مقال هذا مقدشو. يرانتي ذي قرآن كوحان كبرتي مقدشو كدب أنيو قرآن كحافظة أيان دل كإمارات كعربتا ووالد كحق أود دقنا أيان دقي ماشا أيام مركو حبرشة ذي إلى إيو جامعدي هير سري أنكو دمي مركو وربحين توكو بنو أنت ما شاء الله. هاد بنو سوكو بتشيخة تاريخ دي سي أوكو بني وانتا شيخ عبد الباري برشاد القرآن كأنت النقص يعني طريقي برشاد القرآن كأير بنوقات المانطي بالطريقة أجي وحبر الشيخ القرآن وطريق غير رنتي مرك الله جهد لي طريقة وحبر الشيخ القرآن بالشيخ نوقر. بارك الله فيك. في الحقيقة القرآن كبرشاد يسا ونعمة إلهي سبحانه وتعالى وكون قال ذي استو دوم ذي يسا تجربة ذي دي ذي أن وحركة المامو أنا جا إلهي سبحانه وتعالى فضل يسا وحا قرآن كي صوبري والد كيغا خاصة هويو الله سبحانه وتعالى حفظه عمر الليل عفوا من الله سبحانه وتعالى هسيو هويو نوا أرديقي والدك وقرآن كي أصيقا يا صوبري أرديقي سيكا مدهيت أيضا أي أمركا أنيقا إي والا لهيبا قرآن كي نسوح حفظي قريقا أي قرآن كي نوحد سين جرتي عشر كي نوح سين جرتي كدبو حان تقي جرني دوكسيقا من العامدة أنا جو مركز ديار سن سيدي أيام مركز قرآن كمعنى كونه ولي جسنجري مركز رنتي مرحلة داس مرحلة أدوة هي اهتمام أي والد ك أي نو سنجرين والد كان جزاه الله خيرا أبو ومعنى القرآن أو سجنا أد لو جي كان ذلك كان مد رنتي أرضي دي شيخ علي سوفي رحمه الله تعالى قرآن كسو لحلي تجود كسو برتي كدي من السيدة مركز وين مركز الفاروق لأنهم بودي شوقة أساسي تبضن أيارونتي كأف الحي أو أي كم يديه أرضي ديسا شيخ محمود شبلي إيو شعب عبد العزيز شينا إيو أرضي أدو فر بضن أورونتي أدلو يقان مركا لبضو والد جزاهم الله خير اهتمام كان السيي سيدة أيام مركا أنا هو يرير رونتي كوسو برني ولذلك ما دام مرحلة أسقف كأدو يرى وح بضن حتى كما حسوستي يعني قابك حتى أن أبرين جرني إيو مراجعة ذي إيو تفاصيل بضان هدا أو حتى أن كحس تمجر تواي أنا وقاد وير يعني سيدات جير قياسهان تدو بجير ما لها أيام القرآن كي الحمد لله كوقي مني مركا وحيد رنتي مرحلة أدي آد أبرا كيسان لكن هدانا حلو رأه أو هدا تفاصيل بضان أنكهين ما شاء الله. الله أكبر كي جزاك الله خير يعني وحوي يعني درين يعني وحي حنبارسطي درين قارة ويو يو أبو أنت بوحي بوا وإسكو والد يو إسكو معلم المدن ويعرورتي ما شاء الله. الله بركة يو يا أبو الله بده بالله عمرك هو دير يو إن وطهي شيخ واحد يقول رنتا بالمحاد كل التلين اللي يتقف القرآن كبرانية أما كربة ما أنت إنه برتو إن الدعوانا يو كلام حد تل واحد تلم حد سين لي ترى رنتي واحد أبو مهم سن إنه وجاده برشاد القرآن كيحفظ يسبا إن واحد قفك كرتيديسا يو اوديسا وكو كيني اني سن اهين قفك ان او اوغادو ارنتا دورشا غار ان اي تهي او الهي او ددك كخولانيو
عدي رسالة وأدي بلها الله أعلم حيث يجعل رسالته يعني آيدا ورسالة نبي لماذا علماء وحيدين وحسيدوا كانوا سوق لي رسالة دين تورن عدي حمبار لهيد عدي بران لهيد إلى هنا وحنو شيء وران كجارهان دت كيسة دور شيء يكوي ماذا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مرك دور شذاس إن وقفك سورة شح وإله سبحانه وتعالى أوي ديستو ترى ذا أوي نمرك وحي تهاي دعاء إن إله سبحانه وتعالى وحوي آدي آد دام عصق كلام كيس أوي هاي عدوا دورنا وصينا يو إن إله سبحانه وتعالى أنت أوي ديستو سير دبر ما أود ضلبه أسباب تيدينا ولي ماذا ويكو كتهاي همة سريسو إيو دذال فربضا إيو معلن تيسا إيو استمرارية أما جوكتين شقادة أولا جوكتين وقفكو أونك لقوين هذه أنت قفكو إسلاه له وحبضان وخير يا لورجين إن شاء الله تعالى ما شاء الله جزاك الله خير شيخ واحد يقول رمتا معلمين تا ما أنت قرآن كردقة صمالي دا سيدا عينو أنت ينو كوضا ورقبنو لما أنتو تبغل كيبو حلورن كريا لأن يرتا أنت أبضان هو معلمين قرآن معلمين تا سمالي لان مركز القيمية بغل كيب اللي حدن با معلم قرآن يعني رنتي ووح أدل يعني ذلك إن اللوجو أمانه يقول له إذا طلعهن محدش يسوي شيء دنيس إن شاء الله ترى ذا كواد معنى كقرآن كقيمه سين وقرته واحد إشارتي أرين وناك سنة إن أدا أوفر بذيه المعلمين تقرآن ك وصمالي ذا رنبو أرين تأيذا وظاهرة رنتي ماركتي الهوية كان لكن واحد مدة مر مربضا معالين كقرآن كأنه من سنين أو سليدي أو وسكو أركضت بضا أو ما ركتي وحيالك لا دنيا ذا أما جقوين كلا هايو أما شقوين كلا كشقي إن أي كفي عينهن مركة ثلاث كوات معالين كقرآن ك وإن أوينيو هذا الك الله سبحانه وتعالى وقاذا وح وحن بارسين هي وح كفل ضبضا نسيجرين ما ناها وح وأصقى وسك الشيقان هايو وح نبي عليه الصلاة والسلام يا نصوص تأنو شيء سخيركم من تعلم القرآن وعلمه أشراف الأمة وحملة القرآن وين مركا إنه سدى أسكو قادو أو مركا أدون أونا أونقن الدنيا ذا أما هو ذا نفس تأي جعيش هاي أما وحيالا نفتي سمارك تي مناسب أن كوهين وحاسو لأنه مركا كفو قادو وهذا الك الله سبحانه وتعالى أوينيه هذي هذا الك الله أوينيه وحاوينيني دتك دتك نوال أمري ونبي عليه الصلاة والسلام وتويلي حديثك أها يعني إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه مرك إلهي وينيتي سوى حكم إذا إلا ويني يقف القرآن كحبارسا تامرك حكوه ماني سهرت أصيقي إنه ويني ودرجة ذي لو قبهنا كتابك الله سبحانه وتعالى وقاسي ومد اللبات معاني كقرآن كأحبذان وحالوح أنت إن معالن أوي هي لكن متعلم أسان أهين بمعنى انه كود دالين انه وحبر رشده وسي كرديسو قران كيس وسي حوجيو وسكي قنعسن هي waxa weey tirada ardayda inta uu heesto inta yarta uu qaadanayo iyo sida habiga iskaga jiro taana looma baano waxa laga doonayaa macnaha quraanka himma caali inuu lahaado oo markasta uu ku dadaalo in tusaale uu ka dhigto qof ka sareeyo sida qofku muuminka waxa looga baahan yahay qofka aakhiradiisa uga sareeyo in markasta uu ku deesto أو أون ما ركتي أون فيني قفك كلي تقولين على آخر مرة كنا قط تامر كمعاني كأنه كده ذهلو رنتي مرحلة ذا هدا أنجو جنو وضن كأوردن وحأدو فأوفا في قرآن كي قراءات كي وحأدو ففي ضد بضن أو كفاءات لعلماء ولذلك قف ما أنت لو معذور داريو إن قرآن كأون كسح سنين أما با ما ركتي إن أقونتي سأيلي ذت ويا حجذي وحلو وجي علماء ذا فرها بضن إيو وحاوي مجالات ككل دون وكفى إذا سنكر مركب معانيك حلو جبه إن شاء الله تعالى يعني هو مر بظن وسمايو أصي أنا ماركت وحاس وبرتنا رسالة إنه كجوتو جيل كأي أبتك يعني هدي معانيك ونقضين داعية ومربية وحافظ ضانة جيل كورنا دعاة مربين صباحان وأنا رسالة ذي النبي محمد عليه الصلاة والسلام والله صادري ما أهين كلي قرآن كأنه أخريو وحا أهيت سدح شيء لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة معانيك قرآن كما دام أول لحلي نبي عليه الصلاة والسلام قرآن كي وكل لحلي سدح ذا الشيء وإن وصمي أسنى ويتلو عليهم آياته قرآن كبرده سوي ويعلمهم الكتاب ويزكيهم تزكيه ذي تربيه ذي أخلاق ذي
ويعلمهم الكتاب والحكمة وعلم الشرعية مركا أسقى أنت أين وكل مستو كدي من الرسالة ذا جيلك وكوجته هذه أنت لجيه لها ما أنت معلمين القرآن كا أما حتى بقول كي بطبعا سيدا هذه وضعها الله هين وحبذا أي مجتمع حقيقي لها ما شاء الله جزاك الله شيخ بالوحد فهفهين جود نغير السياسة أنت أنا جو أنت سيدا إنه إن دتكي إنك وضع ورها إنه صومالي ذا رواية كلي أنا جو سوى عنه نقلنا والرواية تحفص عن عاصم بلدتك قراءات علم كان قراءات كون يقول عصبي دوام بين الصوغاري إن الصوغاري ذلك هنا حقوق معلومات كون درس قراءات بارك الله فيك قراءاتك وكيفيات كالدون وقرآنك نبي عليه الصلاة والسلام لوسو دجي حكمة أيضا هي التخفيف على الأمة والتيسير نبي عليه الصلاة والسلام أي إله سبحانه وتعالى كدلبي إنه أزي هذه قرآنك وأزي هذه إلى إيو سيد حديثك قصو أررتي أنزل على سبعة أحرف مركة ودرجة هي مقام سريع وقرآن كمقامات كيسا كمذا وقفك مركو قراءات كيسا يقانو لمد ماها مرنبا قفك هل قراءة مرنبا قراءة ما أررتي يقان إلا علماء دقار كود أي شيئين قفك طبانك قراءة يقان حتى درجات كجندة هنا وكسر رينا يو قفك ما أررتي أو ذكرانين قراءات كأما أنقاري كرين قفك يقان ولذلك ديان كهذا لو صومالي ذا قراءاتك وصال شيكتيو وعلم نوع عصب مركي لفيري داء ذا صومالي ذا ما أنت قرآن كتجويد كمركو صوب العضي كذب قراءاتك وحال ليه كرابة يعني لباطن كان سنو دنبا أي دادك قراءاتك أي فهمين ولي بينه سيفا فوق سنوات كان لو وحال روتي أسباب تكم ذا إله سبحانه وتعالى فضل جيسا أسباب توحكم ذا سيدا أن شيئني دتك قراءات كيقاني أو ماركتي ففي على سبيل المثال أدا هرجيس أن جونا وح دتك قرنا وقرنا يعني هل كان شيخ محمد يحيى الأهدل وح قرنا يعني الشيخ عبد الناصر يوسف جزاه الله خيرا رجاس يرجل مذا أيارنتي سبب وها إن أي أفرستان مركز أي أساسان أو حاويدات كقرآن كإيجارسيان سيدوك كله وحسباب تكمل رونتي مسابقات كقراءاتك ورونتي وحوي همة بدنك أبورتي دت كينا فهن سيسي وحوي قراءاتك يو معانك لما عن سنة قرآن كمركي قراءاتك لدون المؤخرين سيدو مسابقة القارئ الجامع وهل كان كدعوه مركا قوة صورنا وحي كمت أسبابته جودة هنا وعلم شريف علم قراءاتك أو قفك يعني وجوه معاني القرآن وكبرنا يو تفسيرك كساعده يو إنه كفهمه وحاول يسبدلك معاني ذا قراءاتك إيش كبدل يسوع يتفسيرك يعني الله سبحانه وتعالى مركو ليه مثلا ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن من ناحية المام يسا ليه مركو جوكسدو من ناحية المام يسا مركي أي كاميرتو أي قبيسته لابد القراءة مركي لجمعيه هل معنى ولا ميسرا أي مركي سو صار يسا إن قفكو إنه أدوان الحاس كيسا إلى أي مركي ليه إنه كجوكسدو قفكي نماركتي أي ذين أي كقبيسته مركي وهكذا مركي قرآن كي قراءات كيسة معاني ذي سكلا دون وحيقف ككحم باريسة إن وفهم لما يسرن ويشو مراد كإله سبحانه وتعالى وحونا معن سنة يا ماركتي الفاظ سكلا دون وإله سبحانه وتعالى وجود واني وطاي بل كورهن قراءات علم قراءات حتى صدي الصومالي هن أم بجيس كأفريقيا كلا سامين إنتي اللي قبل هذا كله صدي تدخل برنا والله سيدا هذا أن دريمي إنه يعني ففيد أدوي هذا وحكم إذا مسابقات كأن رنتي كقريب قلني أو قرصور إيو إشراف إمارة السيابة كالدوام ب مسابقة ذا قراءة الجامع أو هرجيسة كذا عضو سيدا كالمسابقة ذا كينيا أو سنة قرصور في جائزة شعر الصوفي القراءات مركب واحد دريمي سا يعني مشاركة هذا مركز أركتيد يقبال كأي سيدة ذات كأودنا يعني إن رنتي آد وغوفة في علمي كاس يعني جيس كأفريكا بر رنتي وحبذن وكم إذا يعني قارد أفريكا وحينا ذات كمركز تبع أي رنتي آد وشيجان علمي كان إن وهي علم الساعة يعني وقت كان هذا أنجوجنو إن علمي كفافي وحوي ذات كقرآن كبرتي آد أي أودنا يعني إنه وهي تانا وحن يعني تسنسا جانب خير او دتك ان ماركت قرانك قراءتك اي كود داليان استمركينا رنتي وحا ادنا لو باهن يحي ان اي اسلا جان قادان مركز سبا
برشاد القرآن كي قراءات كيسة يفهم كيسة يعمل فلك هذه أي كلبتان ومشكلة هذه ضد كقراءات كي القرآن كيسة إبرانيا لكن عمل كي أسنجرين وحكمتها من علامات قيام الساعة وحديث بدني أثار أي تلمامسة إن يعني دق دق القرآن كأولوجود دق دق أو يرير إيوين أي برتان ضد كمارك تعودت كذكو قرحين يو أو مزامير كليجنا يو معاني بدن وصدا أو تلمامسة مؤشر سلبي إنته آيات أركيسة مركو حا مهم رنتي مركز سبع إن لسبراروجيو ضد كقرآن كي قراءات كبرانيو إن تفسير كقرآن كي معاني ذي سنة أي ماركتي أي برتان الجيل كانت سيدا الوتر بيهيو وعي قلن قودنا أي أنت أي كجرتو أو ماركتي مسابقات كإيميلها كالدون رنتي آد لوفا في أرنت سعيدة مسألة ذا أحدتكو إنت بدن لليرتو قرآن كواللويا عيا ولا برانيا ولا حفتنيا لكن ويرت انت كنت داليس القران كفهم كيس تفسير كيس شيخ اد بيرت بل محن اورن كرنا يعني ما سببين اورن كرنا تفسير كيس سمحت له هانو سو جيدينيس دلن يرتا بارك الله فيك حقيقه وسيده هدا شكتي ان كدواجني ارنت ايدا مهمه كواد هورتا وا ان ددكو دون هورتا اي كو براروان وا ان لملاحظيو ارنت قراءات كي القران كفافده اي فافيسو إني جرب صعوته ضرورة آيتها إني جرب صعوته فهمك قرآنك وعمل فلك تربية ديسي أخلاق ديسة وواجبون مرمر بضن أو أن أمانينه حملة القرآن وواجب لكن وحن كجابنا مرمر بضن إن هدنا لغو برا رجيو قف كاس قرآنك حم بارسن وحن لغو احترامه إنه إيسان أهين كلي ألفاظ قرآنه القرآن كأوحي بارسين هاي إلا قف لنا إنه يهيقف كل قميو فهنسن بمعنى آخر أحاديث أما نصوص الشريعة أو تلماميس إن لويني دتك أهل القرآن أو لتكريميو ما هكوا أن فهنسنين وأن كل قمينين مرنا بقى شرعي ما أمانيو بل ومحل ذم وإلى سبحانه وتعالى يهود مركوك هذا اللي منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية حال وفسر تفسيراتك إلا أمانية إلا قراءة ذيس كلي يعني كتابك كما بقران يعني إلا قراءة ذيس وحال لغو ذمية وصف يا يهودا إذن لغو ما أماني أمة محمد إن كلي أيقنا أخنتي سأي قانان وحال اسكو أماني وحوي وفهم كي سيتلونه حق تلاوته علم ضوح يكون فسرين حق التلاوة اللفظية والعملية لبضبا مرك لبضب قفه وإنه كل مستوها ديك رسيدة عن شاقني آثار بضن بوحي تلماميسا إن محل ذم أي تهي بل سيدة حديث قال كود كسو أرورتيبا أول من تسعر بهم النار قف كي قاري قران كي يقاني السبب تون واحد تهي نين أو إله يقول دواني كو عمل فلي ميهنين استوتس أي كأهد أيوها مركا وحا مهم أو آدي آد مهمة إن أرنتا لغبرا لكسانا دو قف كستبا نفتي سؤوتهمو أو وحا ويكود ذالو فهن كقران كي برشدي سيكو عمل فلكيسا يفافنتي سبيا انتبع إن شاء الله جزاك الله شيخ واحد ان انت على سنك يروي ديو كلام علمك لو واحد علم المقامات لا يراه دو انت بدن دليرهدا ترتنده وبخا دلك دبدي سو كلام كهر يماتو عقبات كنقدو مقام هيبل سارو كلام انت لا يراه دو حقيننا انت بدن ددكو كما براجسنا علمغاسي كما جنان فيليا بل مقامات كا اي معلومات كود انت اد نغا سين كرتو ايغنا مقامات كما مصطلح او معنيه سوية هي سيابة كالدوان أو عضوتك بني آدم كأدبسيد اللورد يقوم مقع اللوغو دريو وفي الحقيقة وحا متفقة قف أن عض لهين إن عض أين الأسميين المقامات قف كعضك لهنا هدونا مكور هين مقامات كي مصطلحهان إيو مقعيدي سكالدوان إن واحد باتائسن وقيسنين يعني قف كيلا سبحانه وتعالى دوكوه بيستينا سيدا دا قراء دا ووين ودن واللي قانو شمح حصري مشاوي وعلى الباصل داد كاس ودن وحال الشيقين إن مقامات كان معاصر كوحبا يسن كجرنين ومع ذلك وهم سادة القراء يعني قف وحبا أن يسليه إنا سيكستوماتو أوفر استيلاع عواد أوفر ديو وحبا كمكيني أيضا مركا وأسكأ مجرد مسميات أو ماركتي يعني قف عد كامركم مقل وحكو صعدة مقام هبل كان وحكو صعدة سيكا كان وحكو صعدة كل بس كمجرد مسميات وعي لكن واحد خطورة ده يكون جرت واحد وعي جانب كبو سابسا قف كواحد إنه كليه يعني غاية دي سا أما بأبرتو كيفية شريعة خلافسا سيدات كقاركوذ والعياذ بالله يعني سيد أغاني ده أما
maaragtay iqaacaadka muusiga oo kale ku baranayo waana runtii arinta oo xadiifta ay ka digayso qowmin yatakhiduna alquraana mazamir mazamir markii leeyahay yaani dad quraanka ka dhiganay sida aqaanidii heesihi amal ka dhiganay waa tan hadda aan shaareynay in calaamad qiyaamada saaca ay kamid tahay waana arkaysaa hadda waaqica mucaasirka dad badan oo waxa weey ayadii qofkii ayadoo ka hadlaysa cadaabkii iyo caradii ilaahay subxanahu wa ta'ala haddana waxa weey yaani gees marba isku jilaacayo waxa weey ka tacbiirinaya qofka inuu ka fog yahay fahanka ayada iyo macaanidiisa iyo sida uu la dhacayo ay ku tusinaysa marka waxaas oo dhan waa aafaad aan loo baahneen nacam waa la isfaray quraanka in codka lagu qurxiyo laysa minna man lam yataganna bilquraan وأنا نبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس صوتا بالقرآن وأنا لو بهاي هي رنتي ضد بدن ما أنت أو حتى يعني تصحيح التلاوة ذا برنا يو ومركي شيخ يكون أخرنا يان أخرنا يو قرآن سيدي ما استرد عمل حقي أن لو اللي حين ينين أو يعني كلي لقو تركيزين يو مخارج صفات كيس تانا سحما قرآن كإن لقو رحيو ووالس فري وانا شرعي انا كم انتهى عود كيس قفك انه كو قرحي قرانك تامرك ولو بهيا لكن لابد ان يكون بميزان دقيق يعني لا غلو ولا لا تفريط ولا افراط ايضا قفك ما رتي قرانك مقصود كيسي وانا كبحينين اسلام اركينا وحاولنا اهمالين الجانب كتحسين كصوتك انه مرك لي ماذا ما رتي سيدة السحبة او وسطك اي مهمة وطعي شيخ واحد يرى ان شيخ سيدوك شاعر بعض طعي sala sheego bal aanu meelaha ka dhageysanayna inta badan adigoo luqadda carabiga ku gabiyay inta badan bal gabaygana nooga war gabaygaagu gabaygu noocyo badan buu Soomaalidu hore ay oran jireen uu ku yimaada amba waa hidi oo qofkani dee ehelkiisa cid kamid ah gabayda amba waa qof isagu kasbado dadaalay oo bartay weeye bal shaqo waran gabaygaana gabayga nooga war walaal si sabab gabayga ويكاه لان علماء دي اتكا سؤال شان كجواب كساب سن هبه مس كسبي يعني اصل كيس وحي دان وهبه او الى سبحانه وتعالى حوي دبك قارو افره وانا لكسبن كرا من جهه قفك اصل كهبه هدو ليه وحي وسي حوجين كرا وسي كسبن كرا كلي وحي هذا الشعر او ان قلقرو وحي وناكسنا والى سبحانه وتعالى فضل قيسا وانا رنتي اثر من اثار بركه القران وهو القران كاسغا ابلغ كلامه وانا هذا الكي وينا وانا عربي وفصح سنة وانا هذا الكي الله سبحانه وتعالى مركا شككم مجرى قف كسته او وها وي ما ركتي القران كحرير في عن ليشو ان سامين وكلهانيو لغديسي يا خطاب كيسه مركا هدي سبب اي جرتو وحان رجينيا اني تاي ببركه القران وين جرتي إن مركي أن يرى أن أد أدنى إنجري رنتي سيبا إسكول كما كان نجي إنجري نصوص تعربي جاء وليبا شعر كأد أن أغيب جروح في إنجري لنا عكوسا بسن فملك وجنا فملك جاء قار كم إذا سيدا أي له نحدي سو أبدا شيء أبتيا شيء دور كم إذا ويجبيان هبريار قار كم إذا سيدا كلام مركا تانفتر كذا كل مجرى هذه سامين كل هذا هاي لكن أيضا هو جرتا الصومالي ويكو جبيان أبتيا شكر كمان عربي الصومالي ويكو جبيان لكن أنا عربي ولي ما نافين ما شاء الله صومالي وذكرت إن شاء الله بيا شيخنا بل نيرم قشية أبي هذا يعني كبير هذا كاتو تعش فرت وحن وقف إذا استارون تي موهبة داس شعرك واحدة كأنفعيو لأن هذا يعني لسكجر راح يستي أما ما ركتي قدرت سو جيتي لكن هذا تكا هريو اخيرا انكو انفعين وحا كفي عن وح علمي او دتك انفعي ولذلك وحان رنتي او توظيفي ارنتا او ان اديك سدا منظومات كعلمي اه او رنتي الهي سغال منظومه هدا الحمد لله او كلا دون انتو دوغو بدن قرانك يا عربي اي كوسابسن قارن اي فقهي جيين ايان وح كقرقري مركي تاسا هورت اشعارتي دوغو بدن لكن الشعر كمركي لقاه هذا من حيث هو شعر يوحى كالدوان نظمية نظمية ومجال مستقل أو لغة فإذين جانب كعلمية لكن ميزان كشعر كوحوي وحوين كما كما تاجنا لنا نظمية مرك أشعار تيسكع هذه أو مستقل لقاه وحكم دوان قرقرة حسب المناسبات أنت كصو جبض أنت مناسبات القرآن ما حفيش أنا وحكي آخرية سؤال شهادة أيودي سوى حكم إذا waxaan jeclaan lahaa bal horta intaan shicir ku bilaabin
بل هرت قرآنك إنا كثر مرسينه وسوعة قرآنك وابدأ إن شاء الله تعالى قرآنك يا رب كوسي قرآنك برك ودان كو كوش تتحن افتتاح عن كل جنوب وسوعة تديبنا إن شاء الله مكوش إن شاء الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون صدق الله العظيم صلى الله صدق الله العظيم صلى الله عليه وسلم جزاك الله شيخ قد بدنا نقول راح يسعد كاغي إلهي وحكم سيبان ورن كنا الله عطاك مزمار من مزامير آل داود سيد الرسول كبشاغي صلى الله عليه وسلم واي هي قرانك واد نوغ فرفرت وحن كاسوينا غبايس بارك الله فيك وحا جري ابيات او نبي عليه الصلاه والسلام ان كو امانه هدا كهر ترتن اما مسابقه شعريه ان كو غلي ورنتي ببركة يعني أمانة النبي عليه الصلاة والسلام كانت كوادنا عن كوقاتي حكم ذا بياتا يهفو فؤادي للنبي محمد وقد ارتوت من حبه الأعضاء تالله ما خلق الإله كمثله عقمت بمولد مثله حواء أنا إن مدحت فلا ليكسب رفعة فلقد كفاه من الإله ثناء لكن لي شرف المديح وقدوتي حسان دون مقامه الشعراء ف
فكلامه الوحي العظيم ووجهه البدر المنير كذا الفعال سناء وخلاله خير الخلال وهديه خير الهدى وشمائل حسناء وهو الكريم وفضله عم الورى إن المكارم رفعة وسناء نعم حديث لسانه نعم حديث بنانه هو كله نعماء وهو الشجاع إذا السيوف تقعقعت ولا العداة فكلهم جبناء بدر بدا بحر حبى غيث همى ليث عدا فتراكض الأعداء هو من سما حتى سما فوق السما وتصاغرت لمقامه العظماء يا عاكفا في ذمه أقصر خزيت خزاية والفضل منك براء لا تحجب البدر المنير أنامل كلا ولا ضر السحاب عواء إن أنكرت عيناك ضوء الشمس من رمد فسل ينعت لك البصراء صلى الإله على النبي وآله وصحابه ما خاطب الأحياء ودرت أنت سألك ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله وحن ركرنا وحصاري بن ثابت في الصومال إن شاء الله جزاك الله خير شيخ أنت يقبل بدي من شغلة قراهن يعني مر القرآن نقول بده شيء يا مر نقول بده شباب قوي أمان الرسول صلى الله عليه وسلم أمان الرسول كيدي الصبنا صلى الله عليه وسلم قوي بقى يسقى شري أنا كوسا ختمينه كآخر ضي حفلة مسابقة دي قدم بيسي طرابلس ليبيا كاسن شعلان لا يسقى نبرنا أبيات كم ده نجم غشيس كادي ليبيا وقارو هاي وين اللي جي سريع سومالي ده ليبيا شوف سيسيا كل ودوبي هو مال بدن وغو ذاقي من ليبيا صوت التلاوة نادى والقلب لبى مسرعا وتمادى حسناء باكرها الندى فكأنها صبح تنفس وانجلى إسعادا أو جنة في ربوة فأصابها وبل فآتت أكلها تتهادى ريح الصبا غيث الربا بحر حبا حاد حدا لما بدا وقادا بلد القرآن وتضحيات بطولة فانظر ترى أبطالها أوتادا كل له لقب يحب نداءه مليون حافظ ليبيا قد نادى وانت ماشى عنه تعليقين يوقف إذي سنة يو صومالي ذا وحوي أمانته ويجعشها هي قفك السنة أمانته ويجعلي هاي وحبذا نروح نسكو أماننا إن قرآنك وحوي ضد بضن أن كهرين وانا صح لكن وإن قيرنا ضد بضن إن كهرين رنتي ليبيا وحي عالم الإسلامي أد عن أيوت هاي قرآن كا شعب كاس تردي صورا وإلى لح مليون كليا لح مليون وي ومع ذلك بقلال كن أو مدارس قرآن أي كفرا وحا دد كوردن أي كور هاي المسابقات كعالمي أو دولي أو قرآن كا قراءات كيسادين وقتبة رنتي ليبيا بدنا كلمه كواد إنه قادو وقفكم مركي لو ليبيا كوجرتوها وحساب جار أيو وحساب تمية حاجة مركان تجنير أنتي حيالها صار إنه وح كم إذا أرنتها حوجينا إسا وح نوشة جين قفك قرآن كحفظ سن حفيز وح جرو وزارة أو قافت كتر سن أو تجيو امتحان أيا لقى قاضيا وقرآن كإيو مارك ترسمي جيسا إيو لحريرة قفك امتياز كينا وح على سينا يا شهادة أوليك متو شهادة بكالوريوسكا باجريوسكا وجامعة الله يقاتل بحيث قرآن كهدي وكباسو من عمد يسوس كفريسان يعددك قرآن كبريا وحاوسو دقي أو بالكستمر كده ما تلاصو دريا مشاركينك جامعي وقادني يعني تشجيع أنت كون وقفك يعني جامعات كي ما أنت دراسة ذي وحلو على الشهادات كون لو شقست قفك وحا باللي هدي قرآن كأد برتيد جامعية بتهايبة قرآن كأذ برتابة جامعية كتهايبة حب كامر ابننا وحاشيله كلا ماركتي وليه حفيز كاس هي أدلو وطلع إن أي دياريسو ضد كليبي يكون متليه قرآن كمسابقات كعالمية وضد جار أي لوح السارة أو ديارين يقف كقرآن كحفظ يسي أديه يسي وقف يجي عد كي وحدن مدة ربع الله ديارين قف ديار سنة ولا مس سنة أيام مركها دو وضل كمتليه وأتقارن كرتها مرك قفص سلوس ودياري أو ليه حتى لا يلحم مرحلة أيوم مريا أو مرحلة أي مرحلة سلحة ده ميت كم ميت أي تهاي إن لمبروان وكو قاعد ليبي يوردن وميت كم ده لحدة اسم مرحلة ده مرك قف كاسو كلا مرك وعالم كلا ترتمي ودريمي كرتها واحد أوكي مرك رونتي تجربة ده وتجربة أد يعني مناسب أو إن أن كفى إذا سنو أنا جا واحد ومركتي الحمد لله صمالي القرآن كله وحبذا وغدقي هدنا واحد ومركتي يعني حوجنت أنت عليك إيو
dhirigelin lagu dhirigelinayo mujtamaaci quraanka haday u sii jeestaan inuu ku filan yahay ba oo xataa iskuulada iyo jaamacadkii waxaan iskuul goynayo dhanba uga filan yahay waa arin aad u weyn oo munaasab ay tahay in loo saciyo oo laga dhaadhiciyo mas'uuliyiinta in ay u ictiraafaan dadka quraanka yaqaano darajooyin sida iyo wali wax ka sareeyo marka tacbiirkan ka tacbiirinayna milyoon xaafid ama amaanta noocan oo kale taa ayaa sabab u ah لذلك وحن إريك سل كل سبق في القرآن زماننا تجد الأوائل ليبيا أمجادا يعني سابقات كقرآن كآية أوبضا إن أوائش أيهين الكل يشهد ذلك من قلبه عز النظير وبرد الأكباد كدب رنتي أنت وحبضا مركان شيقي إيو ما أنت إن قمت أستان أيان دردارا أهل القرآن كردر دارمي يا أهل هذا الجمع صفوة أمة حسب الكتاب لنا هدى وسدادا لا تطلبوا عزا بمال زائل كلا ولا ملك يري إسعادا يا حافظا حزت الفخار بحفظه قد صرت نجما عاليا وقادا إياك من تدنيس نفسك بالهوى فتخر من علو وتلقى بعادا في سورة الأعراف شبه هالك بالكلب منسلخا يروم فسادا الله هو الأخرى شعارك دائما واسأل ثباتا راسخا وسدادا في جنح ليلك قم وناجي تضرعا يا رب لطفك يا كريما جادا تلك السعادة إن وجدت تمسكا أو لا فصوب سيرك المعتادة كن حاملا هم العباد ومصلحا في جوفك القرآن حسبك زادا فاربأ بنفسك أن تعيش بهمة سفلى وأن تحيا رخيصا حادا لولا الكتاب لما حييت مكرما ولما عرفت من الحياة مرادا ما فقت غيرك ثروة ومناصبا شرف القرآن كفاك صاحي سنادا حرك مع الفكين قلبك واجتهد عملا به من يبتغيه سادا صلى الإله على النبي وآله ما إن تلا تال وخط سدادا صلى الله عليه وسلم وطهي داوة ديال بربابيش كيني قارق إيا قرآن كينتا سينكسو أفميرينا وحيدي دادي هنا برمامش كاني قوة خالين دقائي وفرسما دي يدو بستي أيان لإسماعيل برمامش كبرمامش كاحقا انتا انكو كل ما إنا وحني دكتا قينا سلام الله عليكم واو اسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طوم بات كوش بنكرتها لبات طوم بات كوش بنكرتها